أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة تهديد الخارجية الأمريكية بوقف المانحين تقديم المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في حال استمرت الميليشيا بعرقلة وصول المساعدات. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الجهات المانحة تعتزم وقف المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي خلال الأشهر المقبلة إذا لم تتوقف عن عرقلة وصول المساعدات. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول قول أن كل جهة مانحة ترسم خططا لكيفية التصرف، من بينها تعليق الكثير من برامج المساعدات باستثناء اللازمة منها لإنقاذ الحياة كبرامج إطعام الأطفال المرضى. ضافنا الجميع يدرس إطارا زمنيا مدته شهر أو شهران للبدء بتعليق بعض البرامج. وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد عبرت عن قلقها من نهب الحوثيين للمساعدات وتسببهم بتفاقم الأزمة الإنسانية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين: ما الذي يعنيه تهديد المانحين بوقف المساعدات إلى مناطق سيطرة الميليشيا؟ ومن المتضرر من الذهاب نحو تنفيذ هذا التهديد؟ ولماذا لا يبحث المانحون عن إجراءات تلزم الميليشيا بضمان تسيير أعمال الإغاثة؟ نشاهد التقرير ومن ثم نعود. تهديد جدي بوقف المساعدات الإنسانية للمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإنقلابية. التهديد أمريكي هذه المرة ونسب إلى مسؤول كبير في وزارة الخارجية في واشنطن. المسؤول الأمريكي اعتبر أنه لم يعد من الممكن التغاضي عما يفعله الحوثيون، وأكد أن الجهات المانحة وجماعات المعونة تعتزم وقف المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتوقفوا عن عرقلة وصول المساعدات، لافتا إلى أن كل جهة مانحة ومنقذة سترسم خططا لكيفية التصرف إذا لم يغير الحوثيون سلوكهم على الأرض، ومن بين الخطط تعليق الكثير من برامج المساعدات باستثناء البرامج اللازمة فعلا لإنقاذ الحياة كبرامج إطعام الأطفال المرضى وغيرها من الظروف المشابهة. الجهات الإغاثية والمانحة حددت إطارا زمنيا مدته شهر أو شهران، وبعد هذه المدة ستبدأ عندها جهات التنفيذ المختلفة تعليق بعض البرامج وفقا للمسؤول في الخارجية الأمريكية. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عبرت بدورها عن الشعور بالقلق البالغ إزاء موقف الحوثيين الذي فاقم من أثر الأزمة بالتدخل في عمليات المساعدات. ونقل عن المتحدثة باسم الوكالة قولها إن الوكالة تعمل بدأب على إيجاد أسلوب يتيح استمرار تقديم المعونة الأمريكية بلا توقف، لكنها تتخذ خطوات للتخطيط القادم مع شركائها بحيث يمكنهم تعديل برامجهم بشكل آمن ومسؤول في حال تم الاضطرار لخفض المعونة. يأتي ذلك بعد أشهر من شكاوى صدرت عن الوكالة الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية أشارت إلى تدخلات تقوم بها ميليشيا الحوثي وتنتهي في الأغلب إما إلى مصادرة المساعدات وإعادة بيعها أو تقنين توزيعها وفقاً لأجندات سياسية وأمنية. ووفقاً لوثائق كشف عنها أحدث تحقيق صحفي أمريكي، فإن الحوثيين يعارضون الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتجديد الرقابة على حوالي 370 مليون دولار أمريكي سنوياً تقدمها وكالاتها للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها غالباً الجماعة المتمردة، وكان من المفترض أن تدفع للرواتب والتكاليف الإدارية الأخرى، لكن أكثر من ثلث هذه الأموال التي أنفقت العام الماضي لم يتم مراجعة حساباتها. أبدأ النقاش مع ضيفنا من عدن المنسق العام للجنة الإغاثة في اليمن الأستاذ جمال بلفقي. أهلا بك أستاذ جمال. أهلا وسهلا بكم. بداية، ما الذي يعنيه تهديد الوكالة الأمريكية بوقف مانحين لإرسال المساعدات إلى مناطق سيطرة الميليشيا في حال، كما ذكر في بيان للوكالة، استمرت الميليشيا بوضع الكثير من العراقيل أمام وصول المساعدات لمستحقيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ونحيي المشاهدين الكرام. طبعا أي تهديد في تخفيض الإغاثة للمواطنين وهذا التلميح فهو إزالة معاناه شديدة للمواطن، وأنه سيكون ستزيد معاناه ويكون أكثر سوءا بما كان عليه. الحقيقة أن احنا نتمنى أن يكون دائما العقاب يأتي من الشخص المعرقل للعمل الإنساني والإغاثي، وكذلك العملية أما تخفيض المساعدات أو كذلك التمويه في عملية المانحين
لتخفيض تقديم المساعدات او تقديم الاموال للمنظمات الدوليه، يجب ان يكون العمليه الاساسيه هي محاسبه الحوثيين اللي يقوم بعرقله العمل الانساني والاغاثي، وكذلك الضغط على المنظمات الدوليه بان تتحول او ترتب او تغيير مسار العمل الانساني والاغاثي الى المناطق التي تسهل عليهم ايصال المساعدات الى مستحقيها. الحقيقه طبعا حتى نحن في كثير من المناطق المحرره اللي توصل العمل الانساني والاغاثي من قبل الحوثيين، يعني كان يجب ان طريق يعني نحن حددنا 5 مراكز اغاثيه عبر بتوجيهات معالي الوزير وكذا توجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، تكون 5 مراكز اغاثيه توزع الاغاثه جغرافيا بحيث تستطيع ان توصل الاغاثه مثلا محافظه تعز، المنطقه القريبه هي محافظه عدن، كذلك منطقه اب، كذلك حضرموت، وكذلك في مارب المناطق القريبه من مارب. لكن للاسف الشديد ان لا زالت المنظمات الدوليه تتعامل مع حتى المناطق المحرره كمراكز اغاثيه تاتي لهم من مناطق الحديده ومن صنعاء ومن اب ومن من الحوثيين، ولهذا المواطن اكثر ويكون الحوثيين اكثر يعني ثراء واكثر يعني فرصه لاتخاذ القرصنه الاغاثه واخذ الغذاء من افواه الجياع. كذلك العالمي الذي هو الان بدا يعود نشاطه في عمليه رفع الدفع نقدا، وهذا معناته ان توصل الى الحوثيين مبالغ نقديه تستطيع من خلالها احسن من السيوء من العمل الانساني. ساعود لنتناقش في هذه النقطه استاذ جمال بالفقي بالنسبه لهم لاستخدامها. طيب هي نقطه سنعود لنقاشها ايضا، موضوع تحويل المساعدات الى نقديه سنناقشها معك بعد ان نرحب بضيفنا من الحديد الناشط الحقوقي غالب القديمي. اهلا بك استاذ غالب. اهلا بك عزيزي وبالاستاذ جمال بن فقيه. استاذ غالب ومستمعي قناه الخيس. اهلا بك. الى اي حد هناك تلاعب في موضوع المساعدات في الحديده وهل تصل الى مستحقيها؟ اخي الحبيب ليس تلاعب، انه تجاره واضحه بين ميليشيات الحوثي والمنظمات الدوليه الواضح بحسب الحاصل الموجود الان على الواقع. هناك فرض وسيطره تام على المنظمات الدوليه من قبل الميليشيات الحوثي. منظمات الدوليه ومنظمات الامم المتحده لا تستطيع اي شيء الا بموافقه من ميليشيات الحوثي. المخازن التي تخزن فيها المنظمات الدوليه المواد الغذائيه والمواد الدفاعيه لا تشرف عليها الحوثي. المنظمات ايضا التي تقوم بالتوزيع بالشراكه مع المنظمات الدوليه جميعها تابعه لسياسه الحوثي. لا يوجد منظمات محليه مستقله في محافظه الحديده او تتبع جهات مستقله او محايده. جميع المنظمات الموجوده الان في محافظه الحديده بالذات في مناطق سيطره ميليشيات الحوثي جميعها تابعه لميليشيات الحوثي. جميع المنظمات والجمعيات والمؤسسات التي كانت تعمل بصفه استقلاليه تم اغلاقها تماما ومطارده مدرائها وموظفيها جميعا او اعتقالهم. طيب اعود للاستاذ جمال بالفقي. استاذ جمال، فيما يخص المقترح الذي وضع بان تحول المساعدات من عينيه الى نقديه، البعض قيم هذا المقترح وقال أنه ربما قد يكون إيجابي وقد يمنع الميليشيا من استغلال هذه المساعدات وأنها ستصل بشكل مباشر إلى مستحقيها، لكن في حديثك السابق يبدو أن لك وجهة نظر مخالفة. طبعا هي بالنسبة إذا ضبطت العملية بشكل حقيقي، إذا لم يستطيعوا عندهم القدرة في عملية المراقبة والمتابعة بتوزيع الإغاثة العينية ف تكون قادرين على توزيعها بشكل نقدي. الحقيقه ان اذا كانت هي البرنامج غدا العالمي اذا قدرت المنظمات تضغط على الحوثيين في عمليه تسيير العمل الانساني والاغاثي وفعلا ضغطت عليهم في التوزيع النقدي بحريه وبحيث ان هم يكونون اليد الطوله في عمليه المساعدات وتوزيعها ليس عبر الموالين لهم، فهذا قد تضبط العمليه. لكن اذا كان بالنسبه للاليه السابقه فنحن معناته
الاصل والتلميحات هذه ما فيش داعي منها، معناته ان الامور يعني طبيعيه. يعني احنا نحن نتكلم على امور غير طبيعيه، نتكلم على انتهاكات واضحه، نتكلم على قرصنه عمل انساني وغاثي. نحن نتحدث على نحن في اللجنه العليا للاغاثه قدمنا احاطه من بدايه الست الاشهر الاولى عبر رئيس اللجنه العليا للاغاثه الغاثي، وارصدنا ووثقنا بوثائق وقدمناها للوكيل المساعد المتحدث ستيفن براين السابق، وكذلك قدمت للوكيل المساعد الجديد اللي هو كذلك للعمليه الاخوه الموجودين اللي هو من السجين الاقليميين، سواء كان السيد جيمي او السيده ليدا جرجاندي، بالانتهاكات الموجوده وبالارقام وبالاعداد لهذه الانتهاكات. فلا يمكن ان يتحول فجاه من عمليه الانتهاكات الحوثيه والانتهاكات في القرصنه الاغاثه الى ناس يعني ملائكه ممكن هم. طيب استاذ غالب، نهب البنك المركزي. تمام. طيب ساعد لك استاذ جمال. طيب ساعد لك استاذ غالب، كنت شرحت انت ربما وضعت ابرز العراقيل التي تواجه اليوم عمل الاغاثه في الحديده. كيف يمكن ايجاد سبل اليوم تضمن وصول الاغاثه فعلا الى مستحقيها؟ يا عزيزي، ايجاد سبل، السبل هي الوحيده ان تخرج المساعدات هذه من يد ميليشيات الحوثي، ان تكون المساعدات هذه الا تصل الى محافظه الحديده عن طريق الحديد. هناك منافذ امنه مثلا المكلا او عدن كما قلنا في حلقات سابقه. لماذا لا تحول منظمات المجتمع الدولي والامم المتحده مواد الاغاثه والمساعدات الى هذه المناطق وتشرف عليها؟ لا يوجد في عدن او مكلا من يتحكم بالامم المتحده او منظماتها في المساعده او الاغاثه. هناك لها كامل حريتها في العمل والتحرك في جميع المناطق، ومنها ممكن تصل الى جميع المحافظات حتى التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، هذا ان لم تنهبها ميليشيات الحوثي وهي في طريقها من عدن الى اب او صنعاء. اما ان تظل المساعدات في محافظه الحديده وتصل الى ميناء الحديده وتشرف عليها ميليشيات الحوثي وتخزنها ميليشيات الحوثي، فهناك لن تصل المساعدات الى مستحقيها كما هو حاصل في السنوات التي مضت. طيب استاذ جبل بالفقيل، ان هناك سؤال مطروح، لماذا المنظمات المانحه لا تتجه الى موضوع عقاب ميليشيا الحوثي على التقصير ومنع وعرقله وصول المساعدات بدل من ايقاف هذه المساعدات وتضرر المدنيين؟ طبعا المنظمات الدوليه من الوهله الاولى نحن نحذر من وجودهم في صنعاء ومكاتبهم الرئيسيه هناك، لانهم اصبحوا يعني وصحة الإقامة الجبرية، ويفرضوا عليهم موالينهم أن يقوموا بتوزيع العمل الإنساني الغاثي، وخاصة بعد إنشاء المكتب التنسيق الأعلى بالنسبة للحوثيين الذي هو تعامل الإشكالية الكبيرة أنا فيما بعد. هي بالنسبة لهم إلى محافظات المحررة، في بعض المنظمات هي تستفيد من عملية المليارات إدارة الدفة اليمن من يراقبها، ولا توجد من حتى هم المنظمات لا حساب، ولهذا كثير من وكالات الامم المتحده الامريكيه الاخيره اللي تستكشف تلاعب الحوثيين والتواطي في كثير من بعض المنظمات، الذي بعض يعني قدمت لهم السيارات وقدمت لهم الرافعات الحديده وقدمت كذلك مبالغ لنزع الالغام، وطبعا هذه اشياء يعني كيف تقدم مبالغ لنزع الالغام؟ هم يزرعوا الالغام، فمعنات الفكره ما فيها انه في استفاده ما بين بعض المنظمات، ليس كل المنظمات، وكذلك اللي في بعض المناطق اللي تحت سيطره الحوثي. مكاتبهم الى محافظه عدن ويستخدموا على مركزيه في العمل الانساني والاغاثي، وكذلك الاستفاده من الممرات الامنه من فليس من الحديد الوحيد اللي ممكن تستطيع ان توصل الاغاثه الى اليمن، ممكن احنا نقدر نوصلها عن طريق اللجنه الاغاثه بمنافذ اخرى. منفذ الخضراء او منفذ او بعض المواني من المخاطر من عدن في كذلك في سقطرة في المناطق المجاورة، وكل الأمور هذه ممكن تستطيع من خلالها بطرق عامة توصل. طيب إلى داخل محافظة الحديدة في خلال ساعتين ثلاث ساعات بدل أن تأتيها من مناطق أخرى، الذي هي طبعا لا زالت هي
كثير من المناطق اللي هي تحت سيطرة الشرعية تأخذ الإغاثة من قبل منظمات تبع الحوثي، وهذه الإغاثات دائما هي تكون بعملية نهبها في مدخل تعز أو في مناطق اللي هي قريبة من تعز. الحقيقة هي إذا لم المسار العمل الإنساني الإغاثي وتتحول المنظمات إلى داخل مناطق المحررة، لا أعتقد أن المشكلة ستحل، بل سيزيد الشعب اليمني أكثر معاناة وسيزيد أكثر جوعا بقبل عدم نقل المنظمات للمناطق المحررة. وأنا أؤكد لك إذا بدأت برنامج غذاء العالمي أو بعض المنظمات الأخرى الذي هو طبعا طلب حوالي 6 هكتار نحن أعطي له من 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 استخدامها مخازن مركزية، إذا نقلت بعض المخازن إلى عدن أنا أتأكد لك أن جميع الأشياء بتتغير بشكل جذري، وسيكون العمل الإنساني الإغاثي مرتب تحت رقابة من لجنة الإغاثة ورقابة حتى من التحالف العربي ورقابة من المانحين أنفسهم. هناك لا يقدرون يعملون أي رقابة ولا يقدرون يقدموا أي كشف حساب. نحن لو طلبنا منهم طيب ما أنتم ما هل قدمتم أي آليات؟ أي كشف حتى طيب الآن قدمتم أي آليات وخطط تضمن وصول المساعدات فعلا لمستحقيها؟ ايوه معنا اليات وخطط عبر برامج معينه وعبر شركائنا في اللجنه الاغاثه وكثير من المنظمات الدوليه اللي هي ممكن المنظمات المحليه التي ممكن تقوم بهذا العمل الذي نالت ثقه مركز الملك سلمان حتى كذلك من المنظمات الدوليه في داخل المحررات المحرره. كذلك كثير من المنظمات التي نحن نستعين بها في المناطق التي تحت سيطره الحوثي وهم ممكن يتعاونوا الدوليه ايصال المساعدات. هي الحقيقه طبعا الى اعطيت الفرصه للجنة الإغاثة وأطلت الفرصة في المناطق التي محررة أنا أمور كثيرة بتتغير. أقلها أن الإغاثة تحقيها بشكل 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 منتظم. مراكز الإغاثية الموجودة يعني اللجان الفرعية برئاسة المحافظين هي طبعا هذه السلطات المحلية وعندهم توجيهات واضحة بتسهيل عمل المنظمات في محافظاتهم في المناطق المحررة. لا توجد أي عملية قرصنة ولا توجد أي انتهاكات بالنسبة للمنظمات، بالعكس تقوم وتوزيع العملية بمساعدة السلطات المحلية بكل يسر وبكل يعني عملية واضحة بالنسبة للمواطنين. قد تكون المواطنين ما تكتفي الناس كلها، لكن تصل الإغاثة حسب الآليات حسب الخطط التي تعملها المنظمات الدولية. أشكرك جزيلا أستاذ جمال بلفقيه المنسق العام للجنة الإغاثة في اليمن، شكرا جزيلا لك. أستاذ غالب سؤال أخير، إذا هناك مطالب بتحويل عمل المنظمات الدولية مناطق سيطرة الحكومة والتغيير في آليات العمل، برأيك لماذا لا يتم الاستجابة لهذه المطالب؟ هو واضح يا أستاذ أنه مثل ما قال الأستاذ جمال أنه في إرادة مشترك أو في استفادة بين الميليشيات الحوثي مع بعض المنظمات الدولية، وإلا كل هذه النداءات طوال 5 سنوات من الحكومة ومن المنظمات ومن الناشطين ومن اللجنة العليا للإغاثة بتحويل المساعدات وتحويل وصولها إلى المناطق الآمنة، بينما وفي نفس الوقت الأمم المتحدة لا تستجيب لهذه النداءات، يلاحظ أن هناك في استفادة من الجانبين، قد تكون هناك في تجارة فعلا. نحن نعرف أناس في منظمات كانوا في مثلا في محافظات الحديدة كانوا يستغلون بالأجر اليومي، اليوم أصبحوا من كبار التجار وهم تابعين لميليشيات الحوثي بعمل في المنظمات التي يديرونها. هناك تجارة واضحة، بيع وشراء للمواد الإغاثية بكل شقيها الإنسانية والدوائية والإسعافية. هناك تجارة واضحة، تبادل تقاسم قد نسميها بين نسبة بين المنظمات مع ميليشيات الحوثي. أشكرك جزيلا أستاذ غالب القديم الناشط الحقوقي، كنت معنا من الحديدة، وأرحب بالزميل الصحفي عبد الحفيظ الحطام من المأرب. أهلا بك أستاذ عبد الحفيظ. مساء النور عبد الكريم، أهلا وسهلا بك. المانحون يقال الآن أنهم يدرسون إطار زمني ربما مدته شهر أو شهرين للبدء بتعليق بعض البرامج الإنسانية والإغاثية، تعليقك على هذا الخبر وإلى أي حد تعتقد أنه سينفذ؟ طبعا أخي الكريم هذه ليست المبادرات الجديدة، هي دعوات قديمة سبق وأن تحدثت بها الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومنظمات مانحة
ومكتب الغذاء الأممي وآخر واليونيسيف وغيرها من المنظمات الدولية. وفي الأخير كما عرفت يعني قبل عامين الميليشيات منحت سيارات رباعية الدفع لما يسمى بنزع الألغام، واستخدمتها الميليشيات في نزع الألغام للأسف الشديد. مكتب الغذاء العالمي في أكثر من بيان وأكثر من تغريدة وأكثر من تصريح هو يتحدث عن عبث الميليشيات في الغذاء الفقراء وفسدت هذه الأغذية في مخازن الحريرة وفي غيرها من المخازن، وباعت الميليشيات هذه الأغذية التي للأسف الشديد وزعتها وباعتها في السوق السوداء، إضافة إلى المعونات سواء كانت غذائية وحتى دوائية أو غيرها من المعونات اليمنيين في الواقعين تحت سيطرة الميليشيات. بيعت هذه المواد بل أرقلت المنظمات التي أرادت أن توزع هذه المعونات على ضوء استراتيجية أو مهنية فيما يتعلق بإيصالها إلى الجانب المستحقين الواقعين تحت سيطرة اليمنيين الواقعين تحت سيطرة الميليشيات، إلا أن الميليشيات رفضت التعاون مع هذه المنظمات بل ومنعتها، إضافة أخي الكريم إلى منعها حتى السماع بمرور الإغاثة من الحديدة إلى المناطق التي لا تزال تحت سيطرة أن تبقى منظمات تابعة لها، وهذه المنظمات لا تتجدد تحول هذه الإغاثات إلى مجهود حربي، وعثر على الكثير من المعلبات الغذائية ومن المنتجات الغذائية التي توزع طريق الأمم المتحدة وعن طريق منظمات الجمعيات الإنسانية وخيرية وجدت في مخازن الغذاء التابعة للمجهود الحربي العسكري، وبيعت في الأسواق السوداء والأسواق العامة في إبو في ذمار وفي الحديدة وفي مناطق سيطرتها. وبالتالي فاعتقادي بأن هذه الدعوة ليست جديدة وليست هي قديمة طبعا، وللأسف الشديد تمرر الميليشيات الحوثية يعني تقوم بكل الممارسات والانتهاكات بحق هذه المنظمات الإغاثية، ولا نسمع جعجعة ولا نرى طحينا كما يقول المثل العربي. وبالتالي في اعتقادي إذا كان هناك فعلا وقفة قوية من بحسب التصريح التي صدر اليوم من الخارجية الأمريكية بأن هناك منظمات مانحة لليمن ستدرس خيارات متعددة فيما يتعلق بإيصال مساعداتها لليمنيين الواقعين تحت سيطرة الميليشيات، لأن الميليشيات تمنع وصولها وتمنع أيضا توزيعها بشكل مهني وعادل على المستحقين. بالتالي اليمنيون يحتاجون إلى واقع عمل فيما يتعلق بإيصال هذه المساعدات ولا يحتاجون إلى بيانات. طيب. وإلى تصريحات سياسية. بما أنك أشرت إلى الواقع العملي الذي يطالب به اليوم المواطنين لأن تصل المستحقات المساعدات لمستحقيها، هناك مطروح آلية ربما هي تتعلق بالبصمة وتوزيع مساعدات نقدية بدل عينية، إلى أي حد تعتقد أنها حل مفيد؟ فاعتقادي هذه آلية يعني ربما قد تكون آلية وجدية في اعتقادي إذا ما الالتزام بها. طبعا الميليشيات طبعا هناك بعض المنظمات يعني طلبت من أو أدركت موضوع البصمة وما إلى ذلك، وتم التحايل طبعا عليها من قبل الميليشيات والتي شددت في هذا الجانب، منعتها الميليشيات صراحة واعتبرتها تخدم العدوان الأمريكي الصهيوني كما تقول وكما تعرف المصطلحات الحوثية لأي منظمة لا تخدم مصالحها ولا تخدم أجهزتها، فبالتالي تطلق عليها الإدعاءات العامة بأنها وفقا المشروع الأمريكي الصهيوني والتحالف ولا العدوان كما تسميه. وبالتالي في اعتقادي أخي الكريم إذا كان هناك ضابط فعلى الأمم المتحدة أن تصدر يعني إدانات أو على الأقل يعني باتجاه الميليشيات التي تمنع الإغاثة الإنسانية وتوزيعها بشكل عادل، لأن هذه جريمة حرب بحق اليمنيين، هذه حرب جمعية تشنها الميليشيات على اليمنيين الواقعين تحت سيطرة الميليشيات، وبالتالي لابد من موقف دولي حازم وليس مجرد بيانات وآليات فقط، حتى هذه الآليات لابد أن تضبط بعقوبات بمنظومة من العقوبات التي يجب أن تفرض على هذه الميليشيات في حال رفضها توزيع المعونات الغذائية والدوائية وغيرها من الجوانب الإنسانية بشكل مهني وعادل على كافة اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا من مأرب، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحيات طاقم البرنامج ومنتج الحلقة ماهر أبو الحفيظ.